وأكد المنصور بأن قوات التحالف استهدفت موقعا لتخزين الأسلحة يبعد 10 كيلومترات عن إحدى المدارس في محافظة صعدة. ورد إلى الفريق إعلان من منظمة أطباء بلا حدود عن قيام قوات التحالف بقصف مدرسة الفاضل في مديرية حيدان في محافظة صعدة بتاريخ 13/8، نتج عنه مقتل 10 أطفال وإصابة ما لا يقل عن 9 أشخاص. من خلال التحقيق وبعد تزويدنا من منظمة أطباء بلا حدود فقط بموقع الإحداثيات، قام الفريق بالتحقيق في هذا الموضوع. ما تبين لنا أن قوات التحالف فعلا قامت بتنفيذ عملية في ذات اليوم لهدف عبارة عن مخازن أسلحة يبعد عن الموقع الذي قامت منظمة أطباء بلا حدود بتزويدنا الإحداثيات الخاص به مسافة 10 كيلو، وهي مسافة آمنة بحيث لا تكون هناك أي آثار عرضية أو جانبية ممكن أن تقع لهذه المدرسة.